كريم هو واحد من الفعاليات سواء في المجال الموسيقي او المجال المسرحي او المجال الرياضي. فاليوم مدينه العرائش تستضيف واحد من رواد الموسيقى المغربيه اللي عطاو الشيء الكثير للفن المغربي بصفه عامه والموسيقى بصفه خاصه. كما قلت يعني اليوم يوم هو استثنائي ديال لقاء الجمهور مع السي عبد الواحد التطواني واحد ليله ولا امسيه موسيقيه يتم الاحتفاء به والتكريم ديالو. هذه فرصه ايضا يكون تجديد لقاء ما بين الفنان عبد الواحد التطواني وايضا الجمهور العرائشي. فشكرا لرؤوس عنفو وتحيه للجميع. نعم يعني اضافه الى ذلك يعني الايام لم تكن يعني ما هي الجهات التي بالنسبه للجهات يعني حسب طبعا الجهات الرسميه للمساهمه في هذا الحفل واللي كنعتبروها شريك اساسي ديالنا في جميع الانشطه اللي هو المجلس الجماعي لمدينه العرائش، ايضا المركز الثقافي للعرائش والمديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه، كذلك وكالة دانون سنترال والمنتدى الدولي للفن والإبداع. فزائد يعني مجموعة الفعاليات اللي حاولت ما أمكن تمد اليد البيضاء لأجل إنجاح هذه المبادرة. هي أول مبادرة من نوعها إنجاح حفل كبير للفنان المغربي أعطى الكثير يعني بالنسبة لكم كيف جات الفكرة؟ طبعا اول حاجه اذا لاحظت معنا فالمستوى ديال العمل الجمعي هو في واحد الطريق ولا في واحد التصاعد بواحد الشكل يعني جيد جدا. هذا العمل كانت واحد القفزه نوعيه باستضافه ديال الفنان عبد الواحد التطواني. طبعا المسار الجمعيه كل مره كاين فيه اضافات كاين الجديد، وطبعا هذا هو اللي كنأملوا على اساس ان يكون في المستقبل يترسم واحد المسار واضح بالنسبه للجمعيه، وخصوصا احنا مقبلين على استضافه مجموعه ديال الفنانين على الصعيد الوطني في القريب العاجل ان شاء الله. اذا هذه كتجربه ديال عبد الواحد التطواني اعتبرها تجربه ناجحه بكل المقاييس، واتمنى ان المسار يعني يتم في هذا السياق هذا. الفنان عبد الواحد التطواني باختيار فكره يعني الاختيارات يعني اول حاجه السي عبد الواحد التطواني هو واحد من كبار الفنانين المغاربه اللي طبعا بسمه على واحد تاريخ موسيقي جميل جدا. والجميل في هذا الشيء كامل هو السيره ديال السي عبد الواحد التطواني كانسان خلوق وخدوم، كذلك فنان مبدع مجد ومحب للعمل ديالو. اكثر من ذلك تعتبر القطاع اللي اداها فهي من خالدات الموسيقى المغربيه. فزائد هنا مجموعه ديال الحوجات اللي كتخول السي عبد الواحد التطواني يكون يعني انسان اللي مخول انه يتم التكريم ديالو. وفي الحقيقة السي عبد الواحد التطواني يستاهل أكثر من تكريم، أولا لمجموعة المعطيات اللي سبق الذكر ديالها، وثاني حاجة لأن فعلا السي عبد الواحد التطواني يستحق ألف تكريم. الأغنية المغربية العصرية يعني تغنت في الجمال يعني المرحلة التي جاء فيها يعني تغنت في الجمال المغربي طيلة ديال حتى في المسار ديال السي عبد الواحد الغنائي سواء الشعبي او اذا لاحظت طيلة المسار ديال السي عبد الواحد التطواني ديالو متعدده سواء كانت فولكلوريه او الشعبيه. المهم يعني نشوفوا المسار ديال السي عبد الواحد التطواني فهو مسار دائما يعمل يعني رسائل مهمه فيها مجموعه ديال الحويجات اللي هي جميله تهم الانسان بصفه عامه. طبعا وهذه من الرسائل اللي دائما كيشتغل عليها الفنان هو انه يؤدي واحد الى بغينا نقولوا رساله اجتماعيه بالاضافه الى رساله فنيه. اذا نطلع اليوم في رحاب مدينه العرائش بشغف وبسحاب الفنان الاغنيه العصريه
هو رائد وكذلك يسمى بمطرب القلوب. يعني كيف جات يعني الطاقة عليها الأموات ديالو أو طبعا هذا سؤال ممكن يتطرح على الناس اللي عايشوه واللي يعني حضروا على كيف يتم التسميه ديالو الملقب بكنار المغرب الاقصى. فمادام انه تعطى هذا الاسم هذا الا لانه يحمل في طياته شيء كثير من يعني الابداع الفني والحس والمرهب في تاديه واحد المجموعه ديال القطع. أغنية العصرية عن واحد كلام المغرب العربي.